بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد بتوقف معكم مع آية من قول الله عز وجل: ومن يهر الله فما له من مكرم. هذه قاعدة من قواعد القرآن في مسألة العدل. تعرفون كيف إن يعني هل يعقل أو حد بيفكر أن أحد يهين الله سبحانه وتعالى؟ ما يعقل هذا الشيء. لكن المقصود في هذه الآية أن الإنسان بقدر ما يحمل من إيمان، بقدر ما يحمل من إسلام في قلبه، وما يحمل من إحسان، ما يحمل من طاعات ومن عبادات ومن سجود ومن تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل سبحانه يكرمه ويعزه. كما نشوف في يعني بلال بن رباح من وين؟ من الحبشة، لكن الله عز وجل أكرمه ورفع ذكره، يعني فرق عن من أبو جهل، لأنه أهان الله عز وجل سبحانه وتعالى بالمعاصي وبالكفر وبالشرك. أعظم الإهانة مسألة إيش؟ الكفر ثم الشرك، وتندرج تحتها إلين المعاصي والذنوب. فبقدر ما تحمل من إيمان ومن طاعة ومن قرب إلى الله سبحانه وتعالى، بقدر ما الله سبحانه وتعالى يكرمك. وكرم الله عز وجل عظيم، أحد أكرم من الله؟ ما في أحد. الله عز وجل فضله واسع وكرمه يعني ليس لحد. فبقدر ما تحمل من إيمان وخير، بقدر ما يكرمك الله عز وجل. فإذا أكرمك الله فلا أحد له يعني يد أو سلطة أن يذلك، وإذا أهانك الله سبحانه وتعالى فما لك من معز. الواحد ينتبه مسألة بقدر ما تحمل من معاصي، بقدر ما تفعل من معصية، بقدر ما تكون مهان. ويمكن تلاحظون هذا الشيء، حتى أحد الصحابة يقول: والله أني لا أرى أثر معصيتي في دابة. فصلى الله عز وجل يوفقنا وإياكم ونجعلنا وإياكم من المكرمين بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خير، كتب الله أجرك فيكم إن شاء الله. طبعا فيه حلقة تصحيح.